الرئيسة هنا في المداخلة أنه سبق لي تطرقت في اجتماع لجنة المرافق العمومية للمجلس الجامعي للدار البيضاء، وصباح اليوم في اجتماع لجنة النقل التابعة لمؤسسة التعاون بين الجماعات للتذكير بمشروع الباسوي والتذكير بالمنظومة التعريفية للترامواي، والتي هي نفسها التي ستكون وسيجرى العمل بها كما جاء في تصويت المجلس بالنسبة لخدمة الباسوي. فاحنا حيت كنقولوا على خدمة عالية الجودة، لأن فيها لا ريغولاريتي لا بونكتواليتي لا فريكونس، وهي نفس غادي نقولوا المناهج اللي عندنا في خدمة الترامواي، ولذلك فهي نفس الخدمة. الوسيلة تختلف ولكن الخدمة والمنظومة هي نفسها. وهذه المنظومة التعريفية اللي تحدثنا عليها فيها خمس منتوجات تعريفية، فيها البطاقة المسبقة الدفع، هي هذه كتسوى 15 درهم لو سيبور، وكيمكن الزبون يبيعها حتى لحدود 600 درهم، وفي كل رحلة كتخصم له 6 ديال الدراهم، والمواصلة مجانية في حدود 30 6 درهم. 5 سنوات. إيه، البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات، ويمكن تعبئتها في حدود 600 درهم، وتخصم للراكب 6 ديال الدراهم على كل رحلة. طبيعة الحال فيها مزايا متعددة، هو أن الواحد كتكون معاه ما كيديرش أي صف لا في الذهاب ولا في الإياب، وكيمكن له يولج المحطة بكل أريحية، وكيعاود يهبط بكل أريحية، وفي المواصلة كيفاليدي في لاسورتي في محطة المواصلة الأولى، وكيعاود يمكن له يستمر في نفس الرحلة وبنفس الكلفة الأصلية إلى عاود دخل المحطة الموالية في غضون 30 دقيقة وفي نفس الاتجاه. هذا بالنسبة لهذا البطاقة المسبقة الدفع. طبيعة الحال طبيعة الخدمة والمواصلة باش نولي نشري بها هي اللي كاينة كذلك حتى بالنسبة لك لو تيكي، لو تيكي سون كونتاكت، راكم كتعرفوا هو داك لو تيكي اللي برتقالي اللون، واللي حتى هو كيمكن لك تمشي تشريه من الشباك الاوتوماتيكي الخاص بالترام. إلا مشيتي شريتي رحلة واحدة كتشريها كتخلص 8 ديال الدراهم، 6 دراهم ديال الرحلة و 2 دراهم ديال لو سيبور. يعني الواحد الزبون إلا ما بغاش يخلص هاد 2 دراهم يمكن له يشري هاد البطاقة المسبوقة الدفع ويبقى ديما يرتحل ب 6 ديال الدراهم. إلا في هاديك لو تيكي سون كونتاكت عبا 2 ديال التعبئات، يعني بحال لا خلص 2 دراهم زائد 6 درهم زائد 6 درهم هي 14، بحال كتقام عليه الرحله ب 7 درهم. فهذه عمليه حسابيه فقط، والمطلوب من هذا المنظومه التعريفيه هو ان مختلف الزبناء ديال هذه الخدمه يمشيو يستعملوا البطاقه، لان انجع حتى بالنسبه غادي نقولوا للتدبير ديال المحطات ديال المراقبه ديال نقولوا لو كونفور اللي عند الزبون باش ما كيدير لا صفر لا والو. بطبيعه الحال دونك هضرت على لو تيكي سون كونتاكت، هضرت على لا كارت سون كونتاكت، وكاين الانخراطات. الانخراطات فيها ثلاثه انخراطات، كاين انخراط الطالب 150 درهم، وكاين انخراط ديال الشهري 230 درهم، وكاين انخراط الاسبوعي 60 درهم. هذه هي المنظومه التعريفيه المعمول بها حاليا في خدمة الترامواي، والتي هي التي صوت عليها المجلس حتى تكون معمول بها في خدمة الباسوي. هذا هو بالنسبة للمنظومة. وشكرا.